أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأكل متربعا من الأكل متكئا؟ لا، المتكي يكون متكي على شيء، على جنبه أو على ظهره، على جدار أو على مخدة أو على مسند. أما الأكل وهو متربع هذا خلاف الجلسة التي سبقت لكم أنه يفترش رجله اليسرى وينصف اليمنى. المتربع خلاف ذلك، خلاف السنة. نعم.